تشهد العلاقات المصرية الروسية نقلة نوعية وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعد مصر الشركة التجارية الأول لروسيا في إفريقيا لا سيما مع زيادة التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو علاقات تاريخية تجمع مصر وروسيا حيث احتفل البلدان هذا العام بمرور ثمانين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما وهي العلاقات التي تشهد زخما كبيرا في مختلف المجالات على المستويين الرسمي والشعبي وشهدت العلاقات السياسيه بين البلدين طفره كبيره عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه حيث حرص على تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين على كافه المستويات خاصه السياسيه منها وعززت زياره الرئيس السيسي لروسيا واللقاءات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قوة ومتانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستويين الاقليمي والدولي، وتشاركهم في رؤية موحدة في مواجهة الارهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية، وتحرص مصر وروسيا على فتح قنوات الاتصال المتواصلة لمناقشة العديد من القضايا الاقليمية والدولية، فضلا عن التنسيق في العديد من القضايا الهامه خاصه تطورات القضيه الفلسطينيه والاوضاع في سوريا وليبيا ومجمل الاوضاع في المنطقه وشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابه عن الرئيس السيسي في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادره الافريقيه المشتركه للمساهمه في تسويه الازمه الروسيه الاوكرانيه مع الرئيس بوتين في مدينه سان بطرسبرغ بحضور سامح شكري وزير الخارجيه في شهر يونيو من عام 2023 حيث اكد دعم مصر القوي لجهود المساهمه في تسويه الازمه الروسيه الاوكرانيه العلاقات المصريه الروسيه اكتسبت قوه دفع قويه جديده في عهد الرئيس السيسي حتى اصبحت اكثر تميزا في ظل الظروف الدوليه الراهنه التي تتسم بعدم الاستقرار وقد ارتبطت علاقه مصر مع روسيا بالظروف السياسيه على المستوى الدولي التي كان لها دور كبير في التقارب المصري الروسي